أنا حاج متمتع وقمت بالطواف وصليت ركعتين في مقام إبراهيم ثم بالسعي وأتممت مناسك العمرة وتحللت، وبعدها علمت أن الطواف من داخل حجر إسماعيل يبطل الطواف، وحيث أنه في أحد الأشواط للطواف كان من داخل حجر إسماعيل، فما الحكم؟ هل يفسد الطواف أم الطواف والسعي؟ وماذا يجب عليه؟ الحكم أنها ما صحت عمرتك التي أديتها وأنت باق على إحرامك لم تتحلل منه، فيجب عليك أن تعيد ملابس الإحرام مثل ما قلنا في السؤال الذي قبل هذا، تعيد ملابس الإحرام وتذهب إلى البيت وتطوف 7 أشواط طواف العمرة، لأن طوافك الأول ما هو بصحيح لأنه ناقص، وتطوف وتسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط لأن السعي لا يصح إلا بعد طواف صحيح، فسعيك الأول غير صحيح، ثم تحلق رأسك أو تقصر وبذلك تتحلل من العمرة. نعم.